صبحكم بالخير. يوم السبت 16 ديسمبر كانون الأول، اليوم القمر مرافقنا برج ناري برج القوس لفترة 3 أيام ورا بعضها، وبالتالي بنحضر حالنا لتأثيرات القمر الجديد من برج القوس الناري. كيف رح بتكون كل الأبراج؟ منبلش مع برج الحمل. الوضع عند مولود برج الحمل، الجو والأوضاع الأحوال الفلكية ممتازة عند مولود برج الحمل، مش بس اليوم 3 أيام ورا بعضها. أنت تنتمي لمجموعة الأبراج اللي عندها حظوظ رائعة اليوم وبكرة وبعد بكرة. تقريبا كل شيء انت بتشتغل عليه مفروض يتسهل امره، فما تخلي شيء صعب بدربك، بالعكس تماما تحرك وتحرك بثقه. الاكثر حظا اليوم هي مواليد شهر اذار مارس. بنتقل لبرج الثور. بالنسبه لبرج الثور هنالك ارتياح من بعد ما انتقل القمر من برج بيواجهك لبرج اخر، وبالتالي اليوم بترتاح. اليوم على الارجح معنوياتك أفضل، مزاجك رايق أكثر، وفي احتمال أنك تشوف الأمور من منظار موضوعي أكثر، وبالتالي تحركاتك أنجح من اليومين اللي مرقوا. الأكثر حظا بعد مواليد 5 6 و7 أيار مايو. كمل مع برج الجوزاء. ما بيناسبك وجود القمر والشمس اثنيناتهم سوا ببرج القوس، لانه بتكتر عليك مش التحديات، خلينا نقول هالعراقيل نوعا ما بتكون متطلبه اكثر، وبالتالي بدك تستجمع افكارك، هدوءك، ما لازم تشتت افكارك والا بترتكب اخطاء. ركز وحاول انه ما تعطي ملاحظات، توزع ملاحظات شمال ويمين. يوم انهار متقلب خاصه عند مواليد شهر ايار مايو، فكونوا حذرين. بنتقل لبرج السرطان. بالنسبه لبرج السرطان يبدو وكانه في طبخه عم تنطبخ تحت تاثير هالقمر الجديد ببرج القوس. بالنسبة لك القمر كتير مهم لأنه هو الكوكب يلي بيحكم برشك، وبالتالي هالقمر الجديد بالنسبة لك عم بيشكل نوع من علامة أو عم بيعطيك إشارة لحتى تبلش بمسألة مهمة أكثر بالنسبة لك، صحية أو يمكن يكون في مسألة مهنية عم تنطبخ لصالحك. تبقى الأكثر حظا اليوم 5 6 و7 تموز يوليو. بنتقل لبرج الأسد. بالنسبة لك مولود برج الأسد التأثيرات مهمة جدا، بتخلي اليوم مولود برج الأسد يكون هو اللي قادر أنه يتحكم بمجرى انهاره اليوم وبكرة وبعد بكرة 3 أيام. فعلا اليوم مولود برج الأسد يمكن يفرح بتطور أو حدث عائلي أو يمكن يكون مهني، مش بالضرورة يكون شخصي. الجو ممتاز على كل الأصعدة على كل المستويات، وبالتالي مولود برج الأسد ما في عنده أي حجة ليقول أنه مش ظابطة معه. من أهم الأيام لحتى يكون في عندك مبادرات قوية وكبيرة ومهمة. الأكثر حظا اليوم هو مولود شهر تموز يوليو. بنتقل لبرج العذراء. بالنسبة لبرج العذراء يمكن طالع باله أنه اليوم يبني شيء عنده بحياته الشخصية، يطوي صفحة، يبلش صفحة جديدة، وكأنه هو حابب أنه يركز شيء، يتزوج، يرتبط، ينقل بيت، يزبط بالبيت، يمكن حتى يشتري عقار ما حدا بيعرف، يمكن عم بيسافر، يمكن عم بيفكر باستقرار، كل واحد حسب عمره ووينه بالحياة. الأجواء اليوم يمكن تحمل شوية مزاجية. تبقى المواليد الأكثر توترا نسبيا مواليد آب أغسطس. بكمل مع برج الميزان. بالنسبة لبرج الميزان نهار ممتاز لحتى مولود برج الميزان يطلع بقرار، لحتى يقرر على خطوة مهمة. مولود برج الميزان الأفكار اللي بتخطر على بالك كتير ذكية سباقة، بمعنى أنه ما حدا بيقدر يسبقها بذكائها، بقديش ذكية وحلوة وأوريجينال. اليوم مولود برج الميزان سرعة خاطر مهمة جدا، بتخليك تكون أنت شخص فصيح وشخص ناجح جدا، متفوق بالامتحانات والمفاوضات وغيرها. الأوفر حظا نسبيا مواليد أيلول سبتمبر. كمل مع برج العقرب. هنالك تقدم عند مولود برج العقرب. مولود برج العقرب الجو عندك اليوم بعتبره ناجح، في ازدهار، في نجاح، في تكامل بالأعمال اللي بتقوم فيها. ما في شيء غلط إلا إذا أنت مغلط من زمان، لكن اللي بتشتغل عليه اليوم إجمالا بيكون نتيجته رابحة ناجحة و
تعمل لك مكاسب وأرباح. حتى التلاميذ يمكن اليوم امتحاناتهم أو بياخذوا نتائج امتحانات بتكون مهمة وجيدة. 5 6 7 نوفمبر تشرين الثاني الأكثر حظا. بكمل مع برج القوس. بالنسبة لبرج القوس لا يعلى عليك فلكيا، أنت على رأس لائحة 12 برج من ناحية الحظوظ، القوة، السرعة والنجاح. مولود برج القوس لأنه القمر ببرجك عندك 3 أيام تتفوق فيهم على حالك وعلى غيرك. هلا ما معناتها نقعد نشارع الناس لأنه القمر ببرجنا ونحن ربحانين، حاول إنه المبادرات، التصرف، أي مسألة، أي خطوة بتاخذها حاول تكون مدروسة، لأنه الوقت ثمين جدا ومش وقت تتفلسف على الفاضي وتضيع الوقت وتعمل مشاكل. هيدي فترة مناسبة جدا جدا لحتى تبني شيء مهم جدا وكبير جدا وبحاجة إلى حظوظ ونوعية وقت ممتازة. الأكثر حظا مواليد نوفمبر بالإضافة ل 11 و 12 ديسمبر. كمل مع برج الجدي. بالنسبة لبرج الجدي انهار ضعيف فلكيا، وبالتالي هذا انهار ما فيك تتكل عليه لحتى تخلص شغل مهم وصعب ومعقد. هيدا انهار اشتغل فيه على مسألة كتير هادية وبسيطة ما بدها جميلة حدا، لأنه على الأرجح اليوم ما رح تلاقي مين يقف لجنبك. هيدا انهار يمكن إذا بترتاح فيه بيكون أحسن، بترجع فيه على بيتك أكتر. إذا سمعت شيء مش على ذوقك ما بتقعد بتعمل مشاكل، بالعكس بتطنش. هيدا نهار للتطنيش ولا تنتبه أيضا من المحتالين المعقولة ياخدوا لك غراضك من قدام عينك وإنت منك مشتلق. الأقل حظا مواليد كانون الأول ديسمبر، 8-9 كانون الثاني يناير. بنتقل لبرج الدلو. بالنسبة لبرج الدلو بعتبر هيدا انهار بيخليك تبين بحلة وبطلة ممتازة. مولود برج الدلو انت فعلا اليوم الناس تتطلع فيك، بتعتبرك قدوة ومثال للشخص المثالي يلي بيقدر يتفاعل مع محيطه بطريقة إيجابية. أطفالكم، أولادكم، أهلكم، موالي برج الدلو اليوم انهار ممتاز لحتى تشاركوا بالنشاطات، ما تقعدوا لحالكم. موالي برج الدلو بفضل أحيانا يكون لحاله، لكن اليوم انهار لازم تشاركوا فيه بقوة. 2 3 4 5 شباط فبراير الأكثر حظا. بنتقل لبرج الحوت. مولود برج الحوت هيدا نهار ضاغط، في عنا قمر جديد عم يخلق بأهم نقطة عندك بالدائرة الفلكية، وبالتالي كل شيء بيدور اليوم بده يدور حول مسألة مهمة. يمكن بالنسبة لك منا مهمة، لكن نتيجتها، الغلط اللي بتعمله أو النتيجة اللي بتقدمها كتير مهمة. ضروري يكون في عندك انطباعات إيجابية عم تتركها اليوم. أي سؤال، أي شغلة بتشتغلها لازم تكون صحيحة وسليمة. الخطأ اليوم ممنوع. بعض مواليد برج الحوت يمكن يكونوا ملبكين، يمكن يكون عندهم امتحان أو اجتماع، أو يمكن يكون عندهم مسألة ناطرين منها ترقية أو تغيير مهم بحياتهم. الأكثر حظا 3 4 و 5 أدار مارس. بختم مع مولود اليوم. بانتظار مولود اليوم سنة كتير مهمة، والسنة اللي بعدها بتكون بعد أهم وأهم. مولود اليوم هيدي سنة بتطلب منك أنك تركز على هدف، هدف كتير مهم، هدف كتير كبير، هدف أنت بتقدر توصل له وضروري تشتغل عليه بهيدي السنة، لأنه هيدي السنة على الأرجح بتعطيك القدرة لحتى تسجل انتصار. ديسمبر، نيسان، أبريل، أب، أغسطس، هني أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة، أبراج جديدة. باي باي.